لقاء فيه محاور مهمة كتيرة جدا. هنبتدي بالأسمدة، ولا هندخل على السلع الاستراتيجية وتوفرها في الأسواق، ولا هندخل على زراعة القطن؟ يعني خليني أقول إنه المؤتمر ده اتكلم على موضوعات حيوية جدا العالم كله ما بيتكلمش غير فيها دلوقتي، نتيجة لغلاء الأسعار وغلاء الحبوب والحرب وما الحصلة وده. لكن المتابعة كل شوية من السيد الرئيس عن مخزون السلع الاستراتيجية واللي بيحتاجها المواطن، والرئيس دلوقتي اعتقد ان هو ما بيبصش على شهر رمضان، بيبص ما بعد شهر رمضان طبعا. يعني حضرتك شايف وضع السوق المصري ايه في ظل هذه المتابعة والمجهود المبذول الصراحة؟ يعني في الحقيقة احنا لو بصينا لما يجري على الأرض الواقع هنجد ان فعلا اذا كانت قضية الغذاء دي قضية أمن قومي، ففي الحقيقة الدولة لعبت دور كبير جدا وقوي في توفير كافة السلع الأساسية للمواطن المصري. واحنا الحمد لله وبحلول شهر رمضان تبين بالفعل ان ما حدث بيأكد على الجهود الجبارة اللي بذلتها الدولة نحو توفير كافة السلع المختلفة لكل الشعب المصري. وفي الحقيقة يمكن ما نراه حتى من مبادرات، سواء أهلا رمضان، سواء سند الخير، سواء أيضا منافذ بيع قوات المسلحة وكلنا واحد لوزارة الداخلية، في الحقيقة وفرت السلع بأسعار معقولة ومخفضة أقل كثيرا من باقي الأسواق أو المحلات التجارية. في الحقيقة أني طيب عشان نوفر الغذاء يبقى الأساس الزراعة، فالدولة في الحقيقة في منظومة كبرى زيادة الرقعة الزراعية في مصر، والرئيس فتح السيسي منذ أن تولى وهو يهتم تماما بزيادة الرقعة الزراعية المصرية. طيب خاصة ولما حدث الحرب الروسية الأوكرانية ظهرت مشكلة القمح، فبالتالي لو بصيتي أيضا الدولة حرصت على توفير المخزون الاستراتيجي من القمح بشكل مباشر، بل بالعكس وحفزت الفلاح بحافز إضافي لتوريد القمح المصري وزراعة القمح المصري. فإذا تحس إن في منظومة كبرى لتوفير السلع الأساسية للمواطن حتى لا يشعر بأي نقص أو عجز، ودي واضحة جدا. وعشان كده لما بيقول إيه الزراعة مع التموين، في الحقيقة دي من الاجتماعات المهمة جدا اللي بتؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطن المصري، وان في الحقيقه اهو دخل علينا رمضان، بل بالعكس ده انت بتفاجئي بانه هناك اهتمام. يعني انا لاحظت ظاهره غريبه جدا ان في ناس بتخزن السلع بشكل كبير للغايه. يعني المفروض المواطن الطبيعي يشتري وفقا لاحتياجاته البسيطه حسب احتياجاته، لكن انا فوجئت في الحقيقه في اكتر من جوله في بعض السوبر ماركت والمحلات التجاريه انه فعلا في اقبال شديد على تخزين السلع. احنا عايزين نتخلص من هذه الظاهره، المفروض كل مواطن، احنا بنقول الدوله وفرت لنا بكم كافي جدا وفي مخزون استراتيجي لكافه السلع يكفينا لفتره طويله، فلسنا في حاجه الى التهافت على تخزين السلع. في الحقيقه لو بصينا كمان للموضوع الاسمده، في اهتمام من الدوله لتوفير الاسمده لمساندة المزارع المصري، وكمان أيضا بالنسبة للقطن، القطن نقطة مهمة جدا، لأن في الحقيقة الدولة ضخت أموال كثيرة مليارات لإصلاح أوضاع مصانع الغزل والنسيج، ودي كانت محتاجة إلى القطن قصير التيلة. نعم. فبالتالي عندما تهتم الدولة بتوفير القطن قصير التيلة دي في الحقيقة بتحقق لعدة أهداف. أولا بتبقى المواد الخام او القطن اللي بتحتاجه او مستلزمات المصانع الغزل هتبقى متوفره. ثانيا ايضا هتوفر لي بدل ما انا بستورد ان انا هوفر العمله الصعبه الناتجه عن الاستيراد. ايضا هقدر اصدر من خلال لما بتوفر لي هذه المصانع وتشتغل، وعندنا طاقات انتاجيه كبيره في مصانع الغزل والنسيج، ولكنها كانت محتاجه لاحيائها من جديد. وفي الحقيقه كان من ضمن احتياجاتها الاساسيه هو توفير القطن قصير التيله، فبالتالي الدوله بتتجه الاتجاه الصائب سواء في زياده عدد الافدنه الخاصه بزراعه القمح، سواء في
ايضا الاتجاه للقطن قصير التيله، لان احنا عندنا القطن في الحقيقه محتاج ان احنا ننتج قصير التيله، لان عندنا قصير التيله هو المطلوب اكتر في السوق والاقل تكلفه، لانه اللي هو بيبقى 2.8 مثلا سنتي، بينما عندنا بيزيد عن 3. فدي معنى هذا ان الرئيس بيدقق في كل صحيح صغيره وكبيره نحو في الاخر مصلحه الوطن ومصلحه الشعب المصري.